بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا تبعا لطلب أحد متمهني فرع مساح طبوغرافي، وددنا أن نقوم بإنشاء فيديو تعليمي قصد تبيين كيفية حساب كميات الحفر والردم باستعمال طريقة دو أمانتي، طريقة دو موديل نيميريك دو تيرا. تعتمد هذه الطريقة، وهي طريقة عملية جدا، على حساب كميات الحفر والردم عن طريق قيام بإنجاز رفع طبوغرافي قبل القيام بعملية التراسمو، ثم بعد الانتهاء من عملية التراسمو عمليا نقوم بإنجاز رفع طبوغرافي جديد لمختلف أشغال الحفر والردم أو الأرضية بعد أشغال الحفر والردم، وذلك لإنشاء وبذلك نتحصل على رفعين طبوغرافيين، الأول يدل على الأرضية قبل بداية الحفر والردم، والثاني يدل على الأرضية بعد القيام بعملية الحفر والردم. فمثلا هذه الأرضية أو رفع طبوغرافي الأرضية قبل القيام بعملية الردم أو الحفر. إذا وقمنا بحساب الأمنتي الخاص به وأعطيناه اسم أمنتي أ. أمنتي أ. إذا هذا هو الأمنتي الذي قمنا بحسابه، وهو باللون كما ترون الأخضر، ويحمل الاسم تيان أمانتيا. بعد قيام بعملية الحفر والردم، فهنا لدينا مثال إنجاز مشروع قيام بإنجاز طريق هنا في وسط هذا التيران، فتحصلنا على مشروع كما مبين هنا في الصورة، مشروع لطريق هنا معين، ولديه هنا قمنا بعملية الرفع الطبوغرافي لأشغال إنجاز الطريق من حفر وردم كما ترون هنا، هنا أشغال الحفر وهنا أشغال الردم التي كانت خاصة بالطريق، فهذا يمثل رفع طبوغرافي للأشغال بعد القيام بعملية الحفر والردم. تمثل هذه الخطوط هنا خطوط لسونتري أونتار، يعني هنا التقى البروجي، التقى ميل الحفر والردم مع الأرضية، فبدأ المساح الطبوغرافي بعملية رفع طبوغرافي لكل نقاط المشروع بعد القيام باستكمال أشغال الحفر والردم لترافو دي تراسمو. فبدأ هنا من مكان التقاء البروجي مع التيناتيرال، ثم قام برفع كل نقاط طبوغرافية خاصة بالمشروع. إذا قمنا كذلك بحساب الأمانتي الخاص بالنقاط الطبوغرافية بعد أشغال الحفر والردم، وأسمينا هنا الأمانتي خاص بنا أمانتي 2 وأعطيناه اللون الأحمر. إذا هنا تحصلنا على رفعين طبوغرافيين، الرفع الأول هو الرفع ما قبل القيام بعملية التراسمو، والرفع الثاني هو الرفع ما بعد القيام بعملية التراسمو. نقوم بنقل عن طريق الكوموند كوبي، هنا نقوم بالنقل الامنتي فقط، الامنتي الخاص ب الخاص ب ما بعد او الارضيه، حاله الارضيه ما بعد القيام بعمليه الحفر والردم. اذا نذهب من اوتي سيليسون رابيد ونختار فقط هنا كالك، ثم هنا نختار امنتي 2 اوكي، فهنا قام باختيار او سيليسوني لو ام ان تي فقط. نقول هنا كوبي، ثم نذهب الى الارضيه ما قبل القيام بانجاز عمليه الرفع عمليه الحفر والردم، ونقول هنا الصق فالي كوردوني دوريجين، يعني كولي فالي كوردوني دوريجين. فهنا ننبه انه المساحة الطبوغرافي لما قام بعمليه رفع طبوغرافي الاول وقام بانجاز محطات
للرفع الطبوغرافي، فيجب عليه أن يلتزم بالعمل بنفس المحطات التي قام بإنجازها في الأول أثناء القيام بما قبل الحفر، ويقوم برفع الطبوغرافي بنفس المحطات السابقة بعد عملية الحفر والردم. إذن هنا نقول كولي بالكوردون هيدروجين. فكما تلاحظون هذا هو المشروع الخاص بنا الذي كان في هذه الأرضية ما بعد القيام بعملية الحفر والردم. إذن ننبه جيدا هنا إلى أنه الأمانتي الأخضر هو أمانتي آ، ويدل على الأرضية ما قبل الحفر والردم، والأمانتي دو هنا هو الأمانتي الأحمر، ويدل على القيام بعملية أو الأرضية ما بعد القيام بعملية الحفر والردم. من القائمة كوفال استروادي نذهب إلى كوباتور بار بريزم. فهنا البرنامج يعطينا احتمالين لحساب كميات الحفر والردم، يا إما نختار كوباتور بار بريزم أو نختار كوباتور بار بروفيل، بار بريزم أو بار بروفيل. إذا اخترنا الاختيار الأول كوباتور بار بريزم، نقول هنا نذهب إلى دوزامانتي ديبلي رومبلي، أننا لدينا الآن دو موديل نيميري توتيرا، وأردنا القيام بعملية حساب الدبلي والرومبلي. تظهر لنا هذه النافذة، نختار من الأول هنا الأمانتي الأول، أي ما قبل الحفر، أمانتي أ، ثم أوكي. ومن الثاني هنا نختار الأمانتي ما بعد الحفر والردم، أوكي. هنا بعض الأمور إذا أردت أن تغيرها، مثلا كيف يلون مساحة الردم أو مساحة الحفر إلى غير ذلك. نحن يهمنا كثيرا هذا الجانب كيباتيور. هنا يقول إكري أنفيشي ريكابيتراتيف، أنه يقوم بكتابة ملخص لعمل حساب الحفر والردم. نقول نعم، نؤشرها بنعم. وهنا يعطينا مثال أو كيف يسمي الملف الذي يقوم بإنشائه. فهنا سماه كالكول دو كوباتير أونتر دو موديل دو سيران، تستطيع تغييره من هنا. وهنا مثلا نقوم بتسمية مشروع سي دبليو في سوندو. إذا هنا نستطيع إدخال يا إما حساب خام، أو نستطيع إدخال هنا بعض القياسات والعمليات التي من خلالها موازنة الديلي مع الرومبلي، أو إدخال مثلا الفوزونمو، أي مقدار انتفاش أو انتفاخ التربة بعد الحفر. إذا نقول هنا من هذه الخانة، نقول من هذه القائمة نختار مسار، أين المسار، أين نريد حفظ الملف. إذا هنا اختار أوكي، ثم هنا أوكي. هنا يسألون البرنامج عن إمكانية وجود أن كونتور، نقول له أنطي فقط هنا. إذا قام هنا بحساب كمية الحفر والردم الخاصة بالمشروع، وأعطائك ملف به مجموعة من الحسابات. فمثلا نقول هنا أمانتي أ كالك أمانتي دو، وهنا نجد مختلف الخواص الهندسية الخاصة بالأمانتي أ، وهنا كذلك بالأمانتي دو. ومن هنا تجده يحسب كميات الدبلي والرومبلي الخاصة بك. إذا دبلي هنا في هذه الحالة 7422 متر مكعب، والرومبلي 989 متر مربع. هنا يعطيك المساحة التي قام بإيجادها لحفر، وذلك لحساب الفوليوم أو حجم الدبلي والرومبلي. إذا ذهبنا إلى الملف الذي خزننا فيه المعلومات، فسوف نجد الفيش الخاص بنا، وهو فيش وورد
به مختلف المعلومات الخاصة بكميات الحفر والردم لمشروعنا.